باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بكره عيد الصعود، وعيد الصعود عيد سيدي كبير، لكن احنا هنستاذنكم نكمل درس الكتاب عادي، وعلى الباب كل واحد هياخد كتيب فيه ثلاث وعظات عن عيد الصعود لثلاث قديسين في تاريخ الكنيسه. الكتيب ده على الباب النهارده، وعظتين من القرن الرابع وعظة من القرن الـ13. فطبعا لما الواحد يقرأ وعظة القديسين بتوع زمان كلام جميل ومعزي ومفيد أوي. فعشان ما نطلعش بره جو العيد، الكتيب ده للكل على الباب مجانا بعد درس الكتاب. احنا وصلنا بنعمة ربنا إلى إنجيل يوحنا إصحاح 13. بعد ما ربنا يسوع المسيح له المجد غسل أرجل تلاميذه، انتهينا إلى موقفه وكلامه عن يهوذا. لو تفتكر نقرأ الحتة دي تاني عشان نفتكر كنا واقفين فيه، من عدد 21 نقرأ مع بعض ونشوف وقفنا لغاية فين أو كل الباراجراف دخلناه. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر سمعان على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو؟ أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم واحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. احنا وقفنا هنا المرة اللي فاتت لو تفتكر، بس عاوز أعلق على نقاوة التلاميذ وبساطته، لأنه هو قبل كده بيقول أنتم طاهرون. بانت طهارة التلاميذ ونقاوتهم وبساطتهم ان الكلام واضح انه بيشاور على يهوذا، ويهوذا كمسلم وخائن، لكن التلاميذ مش راضين او مش قادرين يفكروا التفكير ده. كل اللي جه في بالهم الطاهر انه بيقول له روح رتب حاجة العيد. يعني احنا ساعات بنشوف التلاميذ مش وحشين، الحقيقة التلاميذ دول كانوا من كتر ما قعدوا مع ربنا يسوع المسيح قال لهم أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، لأن قعدوا مع ربنا يسوع المسيح قرابة 3.5 سنين بيسمعوه وعايشين معاه وشايفينه قصاد عينيهم، شربوا منه نقاوة القلب. فبالرغم أن القعدة كان فيها كلام واضح عن يهوذا الخائن وغمس اللقمة واداله قصاد عينيهم وقال له روح اعمل اللي انت ناوي تعمله بسرعة، ما جاش في قلب حد من التلاميذ أنه هو ده اللي هيسلمه وهو ده اللي هيخونه. اللي جه في قلبهم كلهم انقياء القلب انه يقصد ظنوا ان يسوع قال له اشتري ما نحتاج اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء. الحته دي تبكتنا، لان ساعات احنا يبقى قدامنا ناس كويسين ونشوفهم وحشين، بينما التلاميذ قدامهم يهوذا الخائن لكن هم مش شايفينه ولا قادرين يتهموه في قلبهم، ولا ظنوا للحظة انه ده لص وبيسرق الخزانة وهيسلم المسيح. كل الحاجات دي ما جاتش في قلبهم. يعني يهوذا الخائن في نظر التلاميذ ظل تلميذا ورسولا للآخر، محدش من التلاميذ تطاول عليه ولو بالإدانة في الفكر، حتى في دماغهم ما شكوش فيه. واحنا يبقى حوالينا ناس كويسين نشك فيهم
وندنهم ونتكلم عنهم إن كان بقلبنا أو بلسان. نقاوة التلاميذ تبكتنا، لأنه بالرغم أن هم لسه يعني لم يمتلئوا بالروح القدس، لكن فيهم نقاوة حلو بسبب القعدة مع ربنا، حتى أن الكلام واضح عن يهوذا لكن قلبهم مستكتر أو مش قادر يقع في الإدان. إحنا الحقيقة بسهولة جدا بنقع في الإدان. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا، ودي علقنا عليها المرة فاتت أنه كان ليلا إشارة إلى أن الظلمة أعمت عيني يهوذا، لأنه ماشي وراء الفلوس وراء الحسد وراء اليهود وراء الطمع. الظلمة يعني قفلت عينيه خالص. فكان ليلا بالنسبة له. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. لو تلاحظوا أن الحكاية دي قالها ربنا يسوع كذا مرة. الإصحاح اللي قبله في يوحنا 12 قال مثلا: أيها الآب مجد اسمك، ساعة ما جاله صوت من السماء وقال له مجدت وأمجد أيضا. وهنا بيقول: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. كل ما ربنا يسوع كان يقرب على لحظة صليبه يقول خلاص ساعة المجد جت. كانت كلمة المجد هي الكلمة اللي بيقولها المسيح دايما على أحداث الصليب والقيامة والصعود والمجد اللي احنا فيه ده، لأنه وإن كان في نظر العالم في لحظتها كان ذل وعار وبهدلة، إلا أنه إلى آخر الدهور وإلى يومنا هذا مجد ما بعده مجد. يعني إحنا في عيد الصعود الليلة دي بنقول رفع في المجد، رفع في المجد. أي كرامة ومجد للمسيح وهو طالع قدام عينين تلاميذه للمجد الأبدي. قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. يعني خلاص الحكاية، لأن تعرفين يهوذا رايح على فين دلوقتي؟ الدنيا ليلت، بدل ليلت يبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا ليلة الصلب، بدل ليلت يبقى داخلين على جسيماني. فيهوذا رايح على الهيكل العدل، هيجيب العساكر وهيرجع لهم بعد ساعتين ثلاثة على جسيماني يمسك المسيح. فبدأ العد التنازلي خلاص للقبض على ربنا يسوع المسيح والمحاكمات والصليب وخلافه. الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يعني إيه الحكاية دي؟ يعني إيه تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه؟ وإن كان الله قد تمجد فيه فالله سيمجده في ذاته. أي واحد فينا ممكن يكون سبب مجد ربنا. أي واحد فينا لو كان قديس أو عايش عيشة مقدسة هيخلي الناس تمجد الله من خلاله. يروا أعمالكم الصالحة فإيه؟ يمجدوا أباكم. إذا نحن كلنا ممكن نكون سبب مجد لله الآب. فالمسيح له المجد، سبب مجد لله الآب. لكن في حاجة تاني، المسيح هو نفسه له كل المجد، لأنه إله حق من إله حق. فإن كان الآب قد تمجد في المسيح لأنه تجسد وصار إنسانا وحل بيننا ورأينا مجده، فأيضا الله تمجد فيه والله سيمجده في ذاته. يعني إيه دي؟ دي خاصة بالمسيح بس، لأن له المجد. احنا نقول المسيح له المجد، ما نقولش على إنسان تاني له المجد. نقول كلنا نتمجد أيضا معه، بس ما نقدرش نقول فلان له المجد. لا، دي بتاعة المسيح بس. ليه؟ لأنه المسيح له المجد، أعطى كل المجد لله الآب، لأنه أتم المطلوب منه على الأرض وكمل رسالته وقال قد أكمل، وقال للآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. فلأن الابن صار مجدا للآب، الآب يعطي كل المجد للابن. تاني الحتة دي، الابن صار مجدا لأبيه، فالآب السماوي يعطي كل المجد لابنه الوحيد. عشان كده يقول الله سيمجده في ذاته. في ذاته يعني ايه؟
يعني المسيح ممجد في شخصه في ذاته كإله. احنا كلنا لو خدنا المجد ناخده على حس ربنا، نتمجد معه. يعني ما حدش فينا ياخد المجد في ذاته، ليه؟ احنا ذاتنا خطيه وطبعنا مش بتاع مجد وبتاع كرامة والحاجات دي. لكن الوحيد اللي ممكن يتقال عليه يتمجد في ذاته هو المسيح له المجد. وكأننا نرى الآب يعطي كل المجد للابن، والابن يعطي كل المجد للآب، لأن الآب والابن جوهر واحد، طبع واحد، مجد واحد، كرامة واحدة، إرادة واحدة، مشيئة واحدة. الابن إله حق، من إله حق، مولود من الآب قبل كل الدهور. فالآب يعطي كل المجد للابن، كما أن الابن أعطى كل المجد للآب، أو تمجد الله الآب فيه. واضحة ولا صعبة شوية؟ يعني الابن عاش على الأرض يعطي كل المجد لأبيه السماوي، والآب السماوي سيعطي كل مجده لابنه الوحيد، لأنه واحد مع أبيه في الجوهر أو من نفس جوهر الآب. فبيقول إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يعني قربت وهتشوف، ده بيكلم تلاميذه. لأن المسيح حتى هذه اللحظات لم يكن مجده ظاهرا. المسيح في الوقت ده كل شوية بيقول لهم هالصليب والبهدلة والعار وهيمسكوني وهيضربوني، كلام مش بتاع مجد. وهم شايفينه أحيانا بينام وأحيانا بيتعب، فمش قادرين يفهموا يعني ايه مجده. فقال لهم لا، هانت، سيستعلن المجد سريعا. خلاص، هي شوية ساعات وتشوفوا مجد الابن، مجدا اللي قال عنها يوحنا في اول اصحاح كما لوحيد من الاب. يعني ايه؟ بالبلدي وان كان التعبير قاصر، الخالق الناطق ابوه، يعني مجده مجد ابوه، كرامته كرامة ابوه، كل مجد اللاهوت فيه. دي لا تنطبق على إنسان أيا كان، وإنما على ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. ويمجده سريعا. يا أولادي، احنا نادرا ما بنسمع الكلمة دي من المسيح، أنا معكم زمانا قليلا بعد. الكلمة دي كلمة مريحة خالص. في ناس تقول المسيح كان عمره صغير 33 سنة، وإحنا دايما بنقول أبانا الذي، بنخاطب مين؟ بنخاطب الآب، مش كده؟ بنخاطب الآب السماوي، عشان بدليل نحن في آخر أبانا الذي بنقول إيه؟ أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا. فإحنا بنكلم الآب بالمسيح من خلال ربنا يسوع المسيح. لكن هل معنى كده أن المسيح ليس فيه أبوة كصفة؟ لا، فيه. كلمة الآب، الله الآب، أنه الأبوة هنا للابن الوحيد لربنا يسوع المسيح. لكن صفة الحب الأبوي في الأب والابن، يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد اللي فيه كل الحب، يبصلنا كلنا ويقول يا أولادي. طب ده احنا في ناس كتير أكبر منه سنا، تجاوزا نقول كده في الزمن ده، لكن لا، ده حب أبوي. عشان كده تلاحظوا أنه في الفكر والقبطي الأرثوذكسي الحلو، ممكن أي كاهن حتى لو صغير في السنة يسموه أبونا. طب أبونا إزاي؟ ده ممكن يكون أصغر من الشخص اللي بيقول له أبونا. في الحقيقة الحكاية مش كده، دي عطية الأبوة التي من المسيح لرسله أو لتلاميذه. فالمسيح له المجد، كان بيقول لتلاميذه اللي بعضهم قد يكون أكبر منه سنا، يا أولادي. في مرة تانية نازفة الدم، برضو اللي يقرأ قصة نازفة الدم، امرأة بتنزف بقالها 12 سنة، في الغالب ما كانتش صغيرة في السن، لكن يقول لها ايه؟ يا ابنة، يا ابنة، ثقي، ايمانك شفاك. اذا ان كنا دايما بنخاطب الاب ونقول له ابانا الذي في السماوات، ده لا يلغي ان احنا بنرى في المسيح ايضا صفة الابوة للبشرية. دي ما تلغيش، دي واخدين بالكم؟ دي ما تلغيش دي. الآب السماوي هو أبو ربنا يسوع المسيح له المجد، الذي هو أبونا كلنا أيضا.
فيقول يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. واحد يقول لقيت غلطة في الإنجيل، هنا بيقول أنا معكم زمانا قليلا بعد، وفي آخر إنجيل متى يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أو ما الجماعة بتوع الغلطات بيدوروا على الحاجات. طبعا الحقيقة يعني اللي بيعمل كده أقول لكم إيه، معنى واضح وبسيط. هنا بيتكلم عن حضور وسط التلاميذ بالشكل المحسوس المرئي اللي تعودوا عليه. المسيح له المجد معنا إلى نهاية الظهور، ولكنه لم يعد معنا كما كان مع التلاميذ بالشكل الحسي الواضح قدام عينيهم. عشان كده بولس يقول في كورنثوس إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فإننا الآن لا نعرفه حسب الجسد. يقصد إيه؟ يعني ما عدناش مستنين نشوفه ونحكي معاه زي بتوع التلاميذ كده، لا، لكن هو معانا. طبعا معانا كل مرة نجتمع في الكنيسة نقول عمانوئيل إلهنا ها في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس. طب في وسطنا إزاي؟ في وسطنا على المذبح، في وسطنا في البخور اللي مال الكنيسة، في وسطنا بالروح القدس اللي حال فينا، لكن مش لازم بالشكل القديم. فهنا بيقول لتلاميذه أنا معكم زمانا قليلا بعد، يعني فضل ساعات معاكم ساعات، عشان بعد كده هيناموا منه. عاوز يقول لهم خسارة الساعات دي، أنا ماشي، أنا معكم زمانا قليلا بعد. ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. كان قبل كده قال اليهود إيه؟ قال لهم هتطلبوني مش هتوصلوا لي. حتى ساعتها اليهود فكروا قالوا إيه؟ هو هيسافر فين؟ هيروح عند الأمم، عشان كده مش هنطوله. مش قادرين يفهموا سر تدبيره، يعني إيه هينزل للجحيم ويفتحه ويطلع المحبوسين وبعدين يجلس في يمين العظمة يطلع على الفردوس. فقال لهم أنتوا هتطلبوني مش هتوصلوا لي. فبيقول لتلاميذه أنتوا كمان هتشتاقوا للحظات اللي أقعد فيها معاكم، وزي ما قلت اليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ممكن تتفهم أولا على دخوله للقبر ومنه إلى الجحيم، قال لهم السكة دي مش هتقدروا تمشوها أنتم، الحتة اللي أنا رايحها أنتم مش هتعرفوا تروحوها، سيبوني أنا أفتح الجحيم وأطلع حبايبكم بتوع زمان، لأنه حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. لكن في موضع آخر يقول لهم هتطلبوني ومش هتلاقوني، وبعد كده هتشوفوني سأراكم أيضا، دي هتيجي لسه، فتفرح قلوبكم. يبقى هنا كان بيكلمهم عن موته، فقال لهم أنا دي هعملها لوحدي، جثة المعصرة وحدي، أنا داخل على الموت بإرادتي وهتطلبوني ومش هتقدروا تمشوا ورايا. يعني ايه؟ يعني سكة الصليب دي حاليا مش هتقدروا تمشوا فيها ورايا، كلكم هتهربوا. ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. كمان ممكن يكون المعنى مستقبلا عن رفع في المجد عن الصعود، أنا رايح السماء وهتدوروا عليا ومش هتقدروا تيجوا دلوقتي. هنا الآن عايد على إيه؟ حاليا أنا رايح السماء وحاليا مش هتقدروا تيجوا ورايا السماء دلوقتي، لكن ليكم مكان معايا في السماء بعدين. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. طب ده يا رب من أول يوم وانت بتكلمهم عن المحبة. خلي بالكوا احنا دلوقتي التوقيت امتى؟ ليلة صليبه، يعني في اخر لحظات بينه وبين التلاميذ. يقول وصية جديدة انا اعطيكم، ايه الجديد فيها يا رب؟ ده انت من اول لحظة بتقول حبوا بعضكم بعض، وقلت لهم بهذا يعرف الجميع انكم، وهيقولها تاني دلوقتي، ان كان لكم حب بعض نحو بعضكم نحو بعض. وقلت لهم مش بس كده، قلت لهم حبوا أعداءكم. يعني إيه وصية جديدة؟ إيه الجديد في الموضوع هنا؟ الجديد هو مستوى الحب. هم يسمعوا عن الحب من بدري، بس هم دلوقتي هيدخلوا على مستوى جديد في الحب، هيشوفوا يعني إيه حب على الصليب.
درس الحب هو الدرس الأول في المسيحية، والمسيح له المجد اتكلم عنه كتير قوي واستفاض في شرحه، وقال هتحبوا حتى الأعداء وتحسنوا للمبغضين وتصلوا لأجل المسيئين. لكن لسه الدرس ما استواش. ايه الجديد في الدرس؟ لما يشوفوا المسيح مصلوب هيعرفوا يعني ايه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هيعرفوا ان الحب ده يعني حاجة ملهاش آخر. هيعرفوا ان وصية جديدة ان تحبوا بعضكم بعضا، يعني مطالبين ان نحب بعضنا بعضا الى مستوى الصليب، الى ان يموت فينا الواحد عن الاخر، الى ان نعطي ذواتنا للاخرين. ده مستوى كبير قوي، عشان كده بقول لهم وصية جديدة اعطيكم. هي نفس الوصية القديمة، عشان كده لو تلاحظوا يوحنا في رسالته الاولى يقول نفس الكلام، يقول وصية جديدة أعطيكم، هي مش جديدة بس أفكركم بها لأنها تفضل جديدة على طول. يعني يوحنا في رسالته الأولى بيسترجع كلام المسيح وبيقولها على لسانه، بيقول الوصية دي دايما جديدة، هتفضل جديدة لآخر يوم. ليه؟ مهما حبيت هتلاقي نفسك لسه ما جبتش المستوى المطلوب. أول ما تبص على صليب ربنا يسوع المسيح تحس أنه لا، لسه مفيش 100% في الموضوع ده غير عند ربنا. فعشان كده تفضل وصية المحبة وصية جديدة. ليه؟ لأن ملهاش آخر، ولأن هيفضل الإنسان ينمو في محبة الناس إلى ما لا نهاية، إلى الغير محدود. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. هذه الجديد، كما أحببتكم أنا. لو تقدروا تحبوا بعض زي ما أنا بحبكم تبقوا تممتوا الوصية الجديدة. يقول يوحنا الحبيب في آخر حياته لما عجز قوي بعد ما كتب إنجيله والرسائل والحاجات دي، ما كانش ما قادر يتكلم، كانوا يشيلوه يحطوه كده وسط الكنيسة والناس تقرب منه عشان يقول لهم كلمة، فما كانش عنده كلمة في آخر حياته إلا الكلمة دي: أحبوا بعضكم بعضا. بس ما بقاش في حاجة معلقة في لسانه ولا في تفكيره إلا الوصية دي. تجاوزا لو اختزلنا السلوك المسيحي كله فآية واحدة هي دي: أحبوا بعضكم بعضا. طب لغاية فين؟ كما أحببتكم. آخرها إيه؟ كما أحببتكم. هتفضل وصية جديدة لن تفقد قيمتها أبدا، ولن تفقد كرامتها أمام الله أبدا. يعني إيه؟ يعني عمل الحب أمام الله هيفضل أغلى حاجة عند ربنا. كأس ماء بارد تقدمه بحب يبقى كبير عند ربنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. برضو أقف فيها شوي. لو تصورنا أن ربنا يسوع المسيح كان عاوز يعرف تلاميذه للعالم، عاوز يظهر أن الناس دي بتوعه، كان ممكن يظهرهم بأشكال كثيرة. كان ممكن يقول: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو كنتم تطلعوا الشياطين. دول تلاميذ. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو كنتم تشفوا المرض. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو يبقى عندكم ألسنة تتكلموا بلغات غريبة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو توعظوا وتبقوا مفوهين وكلامكم قوي ومؤثر في الناس. الحقيقة كل الحاجات دي لا تعني بالضرورة أن احنا تلاميذ. تصوروا، الشرط الوحيد أو العلامة الوحيدة أو العلامة الأساسية لتلميذ المسيح هو أنه يحب. مش مهم يعمل معجزات، مش مهم يعرف يوعظ، مش مهم يخرج شياطين، مش مهم يبقى عنده ألسنة ولا مواهب خالص، مش مهم يكون متعلم، مش مهم حاجات كتير قوي. لكن في حاجة أساسية لازم تكون فيه إن كان تلميذ لربنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض.
صدقوني تقابلت مع أكتر من واحد غير مسيحي وقال لي التعبير ده قبل الكهنوت وبعد الكهنوت. قال أنتوا فيكوا حاجة جميلة مش موجودة بره، بنحس أن أنتوا بتحبوا بعض فعلا. يا ريت يبقى كلامه مظبوط، يا ريت كلامه كان حقيقة دائم، لكن دي شهادة جميلة، لأن هو كده اللي يقصده ربنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ. مش مهم تعرف قد إيه ولا توعظ قد إيه ولا يبقى عندك قدرات ولا مواهب قد إيه، أهم حاجة تخليك تلميذ لربنا وصورة لربنا وتابع حقيقي لربنا أن يكون قلبك مليان بالحب لكل اللي حواليك. دي الحاجة اللي هتكرمك قدام ربنا. خلي بالكم أحيانا الحب لا يكرم على الأرض، أحيانا الحب ما يلاقيش مقابل على الأرض، يمكن تتعب مع ناس وناس ما تقدرش. ده أنت يمكن تبقى نقي جدا في غرضك وفي تعاملاتك ويفهموك غلط، يمكن تدي بسخاء وتقابل بجفاء، ما يهمكش. خلي عندك إيمان أن ما تقدمه بحب ثمنه كبير أوي عند ربنا، وأن كونك تعيش حياتك كلها تحب الآخرين دي كبيرة جدا عند ربنا. دي تبقى شهادة من السماء أنت تلميذ ذاك. الواضح من الحتة دي مثلا في متى 25 لما ربنا يسوع المسيح يقول لتلاميذه على آخر الأيام على يوم الدينونة، يقول تعالوا يا مبارك يا أبي رثوا الملك المعد لكم. تعالوا نشوف مين اللي هيورث. لازم عملوا معجزات، لازم طلعوا شياطين، لازم وعظوا، لازم كرزوا، لازم بشروا. طلعوا اللي بيقول لهم كده المعد لكم، ملكوت المعد لكم، كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت مسجونا وكنت عريانا وكنت مريضا. الناس من بساطتها قالوا له امتى يا رب شفناك؟ احنا لا شفناك عريان ولا جوعان، طبعا ما كناش هنتأخر، بس ما حصلش ان احنا شفناك. يعني هم مستكترين مديحه وحاسين ما يستهلوش يقول لهم كده، لان مش حاسين ان هم عملوا حاجة. قال لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. ويبص بقى للي على الشمال ويقول لهم ابعدوا عني لاني كنت جوعانا فلم تطعموني، عطشانا فلم تسقوني، مريضا فلم تزوروني، محبوسا فلم تأتوا إلي. قالوا له أنت، أنت أليس باسمك أخرجنا الشياطين، باسمك صنعنا قوات؟ قال لهم لا لا، اذهبوا عني لا أعرفكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ لو كان لكم حب بعض لبعض. المعنى ده مهم أوي يفضل في حياتنا. صدقوني أحيانا بيبقى مزعج جدا لما نشوف تعصب في الكنائس، تلاقوا في طوائف تكره بعض. طب هو ده حب؟ هو ده حب؟ هو انت لما تكره واحد من طائفة تانية تبقى كده بتثبت انك انت ارثوذكسي اصيل؟ ابدا، ده انت كده بتثبت انك لا تصلح ان تكون تلميذ للمسيح. تمسك بايمانك حتى الدم، ما تتنازلش عن حرف في الايمان، لكن لابد أن تحب الكل. لازم تحب الكل، وتحب يعني تحب، مش تحب كده مجاملات. لأنه بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو كان لكم حب بعض لبعض. قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب؟ نفس السؤال اللي سألوا اليهود لما قال أنا رايح في حتة مش هتقدروا تيجوا ورايا. أجابه يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا. ده نفس المعنى اللي قاله من شوية وقال لهم إيه، كما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. تلاميذ فضلوا ملازمين للمسيح 3 سنين تقريبا ما بيفرقهوش، بالذات في الأيام الأخيرة، لكن كلهم هيجروا وقت الصليب.
وهو عارف كده وبيبكتهم على كده وبيلمح بكده، وقال لهم أنا رايح سكة مش هتقدروا تيجوا وراي، حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، مش هتقدر تيجي وراي دلوقتي. أفكركم بموقف تاني لما جت أم يعقوب ويوحنا تقول للمسيح قول أن واحد منهم عن يمينك واحد عن شمالك في مجدك. قبل ما نوصل أورشليم كانوا نازلين على أورشليم، صاعدين أورشليم، فقبل ما توصل وتقعد كده على كرسي العرش قعد واحد على شمالك واحد على يمينك، اديني كلمة يعني. قال لها أنت مش عارفة بتطلبي إيه، أنت مش عارفة بتطلبي إيه، أيستطيع أن يشرب الكأس التي أشربها؟ قالت له طبعا. هي مش فاهم. أيستطيع أن يصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالت له أيوه. هو بيتكلم عن حاجة، هو بيتكلم عن حاجة، هو بيتكلم عن صليب وبهدلة وذل وموت، هو ده اللي هيبقى على يمينه وشماله، اللي على يمينه وشماله دول هيبقوا اتنين حرامية مصلوبين، وهما بيتكلموا أمهم بتتكلم عن اتنين وزراء قاعدين على كراسي في ملك أرض. قال لها خلاص من فمك الكأس التي أشربها سيشربانه، بدل أنت عاوزة كده خلاص نشربه، والصبغة التي أصطبغ أنا بها يصطبغان، يعني الدم والغلب والصليب هيشلوه، بدل أنت عاوزة لهم كده هيشلوه، لكن الجلوس عن يميني وعن شمالي ما أقدرش أتكلم فيه دلوقتي، الذين أعطي كتب لهم أعطي لهم. بمعنى ايه؟ ان التلاميذ مش واخدين بالهم لغاية الوقت ده ان المسيح بيتكلم عن الام وعن موت وعن عار. هما كل اللي في بالهم مع الشعبية الزيادة قوي ان المسيح هيبقى ملك وهيقعد على كرسي عالي وهم يقعدوا حواليه. فلما قال بطرس حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا، قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ واخدين بالكم هو اتغاظ من إيه؟ بطرس اتغاظ لأنه لا ليه ما جيش وراك دلوقتي؟ أنا وراك على طول، أنا مش هسيبك. هو فاكر الحكاية مجد أرض واللي يلحق. قال له لا أنا بالذات مش هسيبك، لأنه في الغالب مش فاهم يعني إيه صليب لسه، ما استوعبش الموت والكلام ده. وبعدين قال له حتى لو كنت تقصد ان السكة دي يعني فيها مخاطر اني اضع نفسي عنك انا فديك. وكانت الكلمة. فاجابه يسوع اتضع نفسك عني؟ الحق الحق اقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. الوحيد اللي وقع الوقعة السودة دي كان اللي تجاسر وقال له أنا أضع نفسي عنك. طب اشمعنى؟ ما كلهم هربوا بس محدش أنكر، فيش غير يوحنا اللي وقف للآخر. المعنى ده مهم ليه؟ إحنا ساعات نوعد ربنا بحاجات نتصور إن إحنا نقدر نعملها، بيبقى فيها حتة ثقة بذاتنا، بيبقى فيها حتة كبرياء، إني أضع نفسي عنك، أنا فداك يا رب. فداك مين؟ هو اللي بيضع نفسه عنك، مش أنت اللي هتضع نفسك عن ربنا. ده كلام إحنا مش قده، لأن بطرس واحد من كبارنا يعني وعد وما التزمش. إني أضع نفسي عنك، قال له أتضع نفسك عني؟ فيها عتاب. أتضع نفسك عني؟ صحيح هتعمل كده؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. هو يقصد ديك إيه؟ الديك بتاع اليوم ده. خلي بالكم، قال له مش هيطلع الفجر وهتكون أنكرتني. ده ما عدتش عليها 8 ساعات الحكاية دي، يعني هو بيتكلم معاه بالليل كان ليلا، قال له مش هيعدي 24 ساعة وهتنكرني. اللي انت بتقول تضع نفسك عني هتقول معرفوش وهتشت وهتلعن وهتحلف انك ما تعرفنيش. اتضع نفسك عني؟ وبالتلاتة ثلاث مرات. الموضوع ده الحقيقة يخلينا لما نيجي نوعد بالراحة شوية، ولما نيجي نوعد ربنا بأي وعد حلو ان الواحد يحب ربنا ويقول له يا رب افديك
طبعا كلمة كبيرة قوي، ما حدش بيفضي ربنا. أضع نفسك عني دي، أضع نفسي عنك، كلمة كبيرة يقولوها الشهداء. الشهداء قالوا الكلمة دي ربنا، بس قالوها بالتضاع فقدروا عليها. بطرس ما كانش عنده اتضاع كافي يحميه في وعده، كان شايف في نفسه قدرة انه يعني يقدر يقف ويبقى جدع ويضع نفسه عن المسيح. كتير قوي ما نعمل كده، ما يبقى الواحد فينا متصور انه هيقدر يقول له رب هصلي بانتظام من هنا ورايح الإجبية صبح وظهر وليل، مش هسيبها، وعد يا رب السنة دي، وبعدين ما يفوتش شهر وتلاقي الوعد خاب. وكان وعد ايه يعني بحماس، ويمكن يمكن تقع زي بطرس وتقول الوعد قدام الناس كمان. خلي بالكوا بطرس قال الكلام ده قدام التلاميذ، يعني ايه تقول لبقية الناس من هنا ورايح السنة دي انا هعمل واساوي، ده انت لازم هتقع. بدل قلت الكلمتين دول بس مش قدام ربنا، قدام الناس، يبقى هتروح قوتك خالص، لانك كده مصحوبة الحكاية بكبرياء، ببر ذاتي، بطلب للمديح، فيها اعتماد على النفس زيادة، فيها ثقة بذاتك. الحكاية ما تمشيش كده. يا ريتك لما ربنا يقول مش هتقدروا تمشوا ورايا تبص في الارض وتتكسف وخلاص، زي ما بقية التلاميذ عملوا. المسيح بيقول لهم مش هتقدروا تمشوا ورايا، اتكسف وسكت. بطرس ما سكتش، قال له لا، ليه ما اقدرش امشي وراك يا سيدي؟ اسكت كده، انت هتوقع نفسك في مشكلة. احيانا احنا اللي بنوقع نفسنا في خطايا كتيرة او كبيرة لمجرد احساسنا بالتفوق، بالتميز، مجرد احساسك انك ممكن تكون احسن من مسيحيين كتير، ده يوقعك وقعات ما يوقعهاش الناس اللي بره. مجرد بس انك تحس انه لا، انا غير الناس، انا اضع نفسي عنه، لا ده هما هيطلع احسن منك في هذا. اصعب حاجة في الحياة الروحية مع ربنا ان الواحد يثق في نفسه روحيا. خليك واثق في نفسك في حاجات تانية كتير، لكن روحيا خليك دايما واثق في ربنا بس. روحيا خليك دايما شاكك في روحياتك، في اكتفاءك، ليس لنا كفاية من انفسنا ابدا. خليك دايما وانت واقف قصاد ربنا صغير، حافظ على اتضاعك امام الله طول حياتك. لو افتخرت، لو انتفخت، لو تكبرت، الانكار على الباب. ما هي الا ساعات وهتقع في وقعة لم تكن تتوقعها. حاسب، واعتقد كثير منكم جرب المعنى ده، في اللحظة اللي تحس فيها انك انت حلو، كويس، عملت عمل روحي، بقيت كده يعني قريب من ربنا زيادة، احساس، او يجي لك كلمتين من النوع اللي بينفخوا دول، تبقى الحكاية على الباب، وقعتك قريبة خالص، لانه كأن الشياطين تتلم حواليك في اللحظة دي، وايه بقى يعرفوا انك انت المناعة راحت منك. اللي يدينا مناعة من التجارب، من السقطات الكبيرة، التواضع. اول ما التواضع يروح منك المناعة تروح منك، اي لطشة هوا تجيبك. وكل القديسين نبهونا لكده، اوعى في لحظة تفتكر انك بقيت كويس، اوعى في لحظة تتصور انك لم تعد محتاج للتوبة. في ناس كتيرة تقول انا مش لاقي موضوع التوبة ده، ما بقاش يشغلني، انا بفكر في موضوع النمو. النمو ايه؟ انت يعني وصلت لايه عشان تكبر؟ قول انا عاوز ابتدي. ده القديسين الكبار لآخر حياتهم كانوا بيقولوا يا رب هبني أن أبدأ. يقال عن أمبرسانيوس معلم أولاد الملوك، ده قديس عظيم، كان لآخر حياته يسمعوه لما يصلي يقول يا رب خلينا ابتدي بقى، خلينا ابتدي، ابتدي. ونسمع عن الناس لما تيجي تكلم ربنا يا رب احنا كده بقالنا سنين معاك، ادينا بقى مواهب. انت خلاص ابتديت وعمرت واستويت وهتاخد مواهب؟ لا، ده الموضوع يخوف. كل ما الواحد كان صغير كل ما حمى نفسه من السقوط.
كل ما الواحد افتخر بذاته يقع سقطات كبيرة. أتضع نفسك عني، ده عتاب. عاوزين نقف فيه شوية برضو. المسيح بيسأله لكل واحد فينا، ها هتحط نفسك مكاني ولا لا؟ لو جه النهاردة زمن استشهاد، لو جت أيام قاسية وقالوا اللي هيقول مسيحي هنقطع رقبته، أتضع نفسك عني؟ قد الكلمة دي ولا لا؟ حاسب، اعمل معروف، ما تقولش زي بطرس ايه طبعا، ما تقولش طبعا ان انكرك الجميع انا لن انكرك. حاسب، الاحسن تبص في الارض وتقول له يا رب مش عارف، مكسوف اقول لك اضع نفسي عنك، خايف ما اطلعش قدها. في زمن الاستشهاد من حكمة القديسين زمان ما كانوش يزقوا الشعب على الاستشهاد، كانوا لما يجي يقولوا لهم خلاص اثبتوا، لكن لو الاستشهاد في البلد اللي جنبهم ما يقول لهمش سافروا استشهدوا، يقول لهم صلوا عشان ما نتجربش، صلوا. وساعات يقولوا لهم اهرب اهرب، لكن لو اتمسكتوا اثبتوا. طب ليه كانوا بيقولوا كده؟ لانه كانوا بيشجعوا الشعب دايما يحس انه مش جاهز لسه، مش مستعد. لحسن واحد فيهم تاخدوا الحماسة بتاعت بطرس ويقول أنا أضع نفسي عنك، وبعدين يجي يتحط قدام الألمات والعذابات بتاعت الرومان ولا غيرهم وما يستحملش. فكان البطاركة والقديسين في زمن الاستشهاد يقولوا لولادهم محدش يروح بنفسه. لكن طبعا عندنا قديسين دعوا دعوة خاصة، يعني في ناس زي مريمينا زي أبانوب، السماء قالت لهم تعال تعال استشهد عشان انت مستوي، لكن ما كانتش الدعوة دي للكل. لكن انا نفسي السؤال ده نفكر فيه شوية. لو المسيح سأل كل واحد فينا وقال له أتضع نفسك عني، هتجاوب تقول ايه؟ عارفين اول سؤال بعدها سأله المسيح لبطرس كان ايه؟ بعدها يا سمعان ابن يونا هتحبني اكثر من هؤلاء؟ ايه العلاقة بين السؤالين دي؟ واضحة خالص. اول سؤال قال له اتضع نفسك عني، قال له طبعا، قال له طيب هتنكرني. وبعد ما انكره وعرف بقى ان الحكاية مش بالجدعانة كده، قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ رجع يقول له طبعا، قال له ماشي، وطبعا تاني ماشي، وسأله ثالث مرة، قال له لسه ما فهمتش الدرس، لما اقول لك اتضع نفسك عني بص في الارض وقول له يا رب ما استاهلش، قول له يا رب ما ينفعش. لما اقول لك اتحبني ما تستعجلش وتقول بحبك اكتر من كل الناس، قول له يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعلم اني محبك. دي الاجابة نمرة ثلاثة في كلام بطرس. يعني لا تثق في حبك لله، ولكن ثق في محبة الله ليك. لا تثق في كم أنت تحب الله، ولكن ثق دائما أن الله يحبك إلى النهاية بلا حدود. لكن ما ياما ضحكنا على ربنا وياما وعدناه. أنا بطول لأني مش عاوز أدخل في إصحاح 14 دلوقتي، وفي نفس الوقت الحتة دي مهمة، لأن بطرس ده كلنا بنلاقي نفسنا في غلطته دي. كلنا نتسرع في العلاقة مع الله، ويتهيأ لنا من كتر ما قاعدين مع ربنا فترات وسنين ان احنا خلاص بقى فيش حاجة ممكن تعطلنا عن ربنا، ونكتشف ان جارية جارية تكفي انها تخلينا انكر المسيح. يعني يا ريته مثلا بطرس واقف في المحكمة وقدامه أباطرة ورؤساء كهنة وموقف صعب قوي عشان ينكر المسيح، قدام خدامة لا راحت ولا جت يعني، لكن عشان يفهموا قد كده انت بطرس مش قد كلامك، قد كده انت صغير. حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني، ولكنك ستتبعني اخيرا. لو واحد عمل كده مع واحد فينا على الارض لازم تبقى اخر علاقته بيه. يعني لو واحد
كنت مرتبط بسنين ودخلت في أزمة أو تجربة، أنا ما اعتقدش أنك ممكن تخليه صديقك أبدا بعد كده أو تستأمنه على حاجة أبدا. فثلاث سنين ونص، وبطرس كان أقرب الناس يعني، لكن بعد العملة دي المفروض أنه لا يمكن يمشي وراه تاني، لا يمكن يقبله، لا يمكن يستأمنه على نفسه. لكن نكتشف أن المسيح بيقول له إيه؟ لا تقدر الآن أن تتبعني، دلوقتي أنت مش هتقدر، ولكنك ستتبعني أخيرا. يعني يا رب هتقبله؟ هقبله طب. هتسامحه بعد الإنكار؟ أو من الأول أنا وعده بكده، أنا وعده أنه مش هيقدر يمشي معايا المرة دي للموت، لكن هيجي وقت يمشي معايا لغاية الصليب برجلي. أنا موعده أنه هيكمل المشوار برضه بالرغم من الوقعة الكبيرة دي، لكي لا نيأس من أنفسنا. يعني لما نشوف نفسنا زي بطرس مش قادرين نوعد ربنا، أو بنوعد ونخلف كتير، ده مش معناه نيأس من نفسنا، لأنه حتى بطرس إلى آخر حياته كان لسه عنده الضعف ده. يقال، هختم بالحتة دي، أنه وهو شيخ عجوز كان هربان من روما لأن الإمبراطور بيدور على بطرس كبير المسيحيين، فشاف رؤيا وهو طالع من أبواب روما المسيح شايل صليبه داخل روم. قال له على فين يا رب؟ قال له رايح الصليب عشانك. أظنه تذكر يا بطرس أتضع نفسك عني؟ فخجل بطرس ورجع تاني روما، ولما جم يصلبوه راح سلم نفسه على طول. قال لهم لا، ما استاهلش، اتعلم الدرس. قال لهم ما استاهلش اتصلب زيه، خلوا راسي في الأرض كذا مرة وعده وأقول له أضع نفسي عنك وما أعرفش. طول عمري بقول له أضع نفسي عنك ولا مرة طلعت فيها جدع. خلوني أضع نفسي عنه اليوم وراسي تحت مش راسي فوق. من اتضاعه طلب أن يصلب منكس الرأس. هنا كان بقى الدرس يتملك منه، عرف يعني إيه لما يجي يوعد يقول له يا رب أوعدك بس راسي تحت، مش أوعدك وراسي فوق، أوعدك وراسي تحت، أوعدك وبقول لك أنا ما بعرفش، أنا ما بنفعش، ما تاخدش على كلامي، ولكني أريد أن أضع نفسي عنك. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية، معلش عاوزكم تحفظوا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. نقولها كمان مرة، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. كمان مرة، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي حب بعض لبعض. كل سنة وانتم طيبين، بكرة عيد الصعود.